مهرجانات واعتصامات لا تتوقف في محافظة المهرة، لم ينفذ صبر هؤلاء بعد من استمرارهم في هذا المستوى من الاحتجاجات السلمية ضد ما يرونه ترتيبات تنال من محافظتهم وتنتقص من سيادة بلدهم وتحرف مسار تدخل التحالف في اليمن نحو ممارسة الهيمنة ومصادرة القرار السيادي للدولة. عجت وتعج ساحات المهرة بالآلاف من أبناء المحافظة تتقدمهم قيادات سياسية ووجهات اجتماعية ومناضلون كبار تصدروا منذ اليوم الأول مشهد الكفاح من أجل إنهاء الوضع الاستثنائي الخطير الذي تعيشه المهرة عقب الانتشار العسكري السعودي في أجزاء واسعة من هذه المحافظة. مطالب أبناء المهرة هو رحيل القوات السعودية من المحافظة عامة ومن المطار والميناء خاصة، والرفض القاطع لأي اتفاقيات تمس السيادة الوطنية وفقا للبيان الذي صدر عن أحدث الوقفات والحشود الجماهيرية التي شهدتها مدينة الغيضة. البيان الصادر عن اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة أكد أن مهرجان الجمعة يأتي استمرارا للاحتجاجات الرافضة لكل أشكال انتهاكات السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية لقيادة دول التحالف السعودي الإماراتي في محافظة المهرة. البيان أكد رفض أبناء المهرة لكل المخططات التوسعية للتحالف السعودي الإماراتي في المحافظة سواء عن طريق مد أنبوب نفطي أو غيره، وشدد في الوقت نفسه على أن قضية أبناء المهرة تسير في الاتجاه الصحيح وستصل إلى تحقيق كل أهدافها بعزم الأوفياء والشرفاء من أبناء الجمهورية اليمنية. واستنكر البيان ما اعتبره تجاهلا من قبل رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك سعيد لمطالب بمقابلة وجهاء ومشايخ ولجنة الاعتصام قبل أيام بعد أن كان قد وافق على اللقاء مسبقا في وقت كان يأمل فيه هؤلاء بأن تسهم زيارة رئيس الوزراء في حل إشكاليات المحافظة على الصعيد الخدمات والأمني بحسب البيان. بيان اعتصام المهرة لفت إلى ما وصفه عدم ارتياح المهريين للدور السلبي للسلطة المحلية والتحالف في عمليات الإنقاذ إبان تعرض المحافظة لعاصفة لبان وضعف قدراتهم عن مواجهة آثار العاصفة. قائمة من المطالب والملاحظات التي يتمسك بها أبناء المهرة في رحلة كفاحهم التي لم تتوقف منذ أواخر العام الماضي، وآملهم أن تستعيد محافظة المهرة الاستقرار الذي نعمت به طيلة الفترة الماضية من زمن الحرب، وهدف كهذا يرتبط وثيقاً ببقاء السيادة اليمنية مصانة في هذا الجزء الغالي من البلاد.